وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل عن حديث من هجر أخاه سنة كسفك دمه. نقول نعم، هذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني رحمه الله، وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، والإمام أبو داود في السنن، الحاكم في المستدرك، وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، عن أبي خراش السلمي أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا فيه أنه ينبغي للمسلم ألا يهجر أخاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تهاجر. قال النبي عليه الصلاة وأتم السلام: لا تهاجروا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وسبحان الله العظيم، لما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن حديث عن هذا الحديث: من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه أو كسفك دمه، قال الشيخ رحمه الله: ما أعرف له أصلا. قال: وهذا الحديث لا أعرف له أصلا، ولكن التهاجر محرم. لكن سبحان الله، رحمة الله على مشايخنا أجمعين، يعني من الشيخ لا يرى بتحسينه، لا يرى بتحسينه، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صوبه كما مر معنا من حديث أبي خراش السلمي، وذكر في مظانه السابقة. وأحيانا يكون الزجر بالهجر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 50 يوما، وهجرهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فأحيانا يكون الزجر بالهجر في أمر من أمور الشريعة ليرتدع فيها المخطئ ويرجع فيها إلى الصواب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد الهجر والهجران والخصام عن المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا وإياكم قلوبا صادقة سليمة وألسنة راشدة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.